صباح الخير او مساء الخير، بنرحب بيكم في القناة. والنهاردة معانا فيديو مميز جدا عن برج الميزان. هنتكلم النهاردة عن طريقة تعامل برج الميزان مع الحب وطريقة تعامل برج الميزان مع العمل. بس قبل ما نبتدي في فيديو النهاردة، انا عايزة اشكركم جدا على كل اللايكس والكلام الحلو اللي بتكتبوه لي على الفيديوهات. ولو كنتم اول مرة تشوفوا القناة، لو سمحتم اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة وتكونوا اول ناس تشوفوها اول ما تنزل على طول. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك وشير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ودلوقتي هنتكلم عن صفات برج الميزان وطريقة تعامل برج الميزان في الحب والعمل. وهنبدأ بامرأة برج الميزان. امرأة برج الميزان في الحب هي بتبقى حبيبة رائعة، بتتفهم جيدا وجهات نظر شريك حياتها، ودايما بتسعى لان هي تحط نفسها مكانه، بتتقن جدا امتصاص غضب الآخر، وبتحاول تحافظ على الهدوء في كل موقف تمر بيه. ولكن في نفس الوقت هي هدفها ان هي تلاقي شريك حياة يدعمها ويفضل دايما يمدحها طول الوقت، يطلع الصفات الكويسة اللي فيها ويظهرها ويتكلم عنها طول الوقت، قد ايه هي صفاتها حلوة وقد ايه هي بتسعده وقد ايه هي افضل شخصية قابلها. ولكن بالرغم من كل ده هي هتبقى معاه رائعة جدا، بتتفهمه جدا، بتمتصه جدا، دايما بتتجنب اي مشاكل ممكن تحصل ما بينها وما بين حبيبها. امرأة برج الميزان مش بتقدر تحب بسهولة، من الصعب جدا انها تقع في علاقة عاطفية بسهولة كده، بتفضل ان هي تدي نفسها وقت كافي للتفكير، بتفضل ان هي الاول تفضل وقت تتأكد من مشاعرها ومن كون هذا الشخص هو الشخص الامثل ليها. ودايما بتسعى امرأة برج الميزان لان هي تعمل اي شيء لإسعاد وإرضاء شريك حياتها، مخلصة جدا، رومانسية جدا جدا. ولكن أول ما تقع في الحب، يمكن مش بيبان عليها رومانسيتها إلا عندما تقع في الحب فعلا وتتأكد من إن هي خلاص لقت شريك حياتها اللي هتكمل معاه باقي حياتها. بالنسبة لرجل برج الميزان مع الحب، الحب بالنسبة لرجل الميزان هو شيء مهم جدا جدا، مش قادر حتى يتخيل حياته بدون حب وبدون شريك حياة. هو شخص صادق في مشاعره، سهل بقى انه يقع في الحب عكس الست. يعني الراجل بتاع برج الميزان بيقع في الحب بمنتهى السهولة، ولكن يعني هو بيقع في الحب ولكن قبل ما يفكر في الارتباط بياخد وقت برضه. لا يجيد رجل برج الميزان ان هو يتلاعب، مش هيتلاعب في الحب، فدايما اول ما هتحتاجيه هتلاقيه جنبك، بيسندك، بيساعدك، مش بيغيب، مش بيحاول يثير قلقك في العلاقة. يعني دايما هو واضح، هتلاقيه في وقت ما تحتاجيه، مش بيحب يتلاعب بشريك حياته. بس هو عنده حاجة ممكن تكون سبب للمشاكل، ان هو بيتوقع نفس المعاملة في المقابل. فمثلا لو هو عمل حاجة بيتوقع انك هتعملي له شبهها، فلو ما عملتيش ده بيبقى شيء من الخذلان في وجهة نظره. لما يقولك انا هعمل شيء هيحاول فعلا ينفذ اللي هو وعدك بيه، مش هيخلف وعده ابدا الا اذا كان ظرف قهري بقى. رجل برج الميزان بيشعر انه شخص كامل كده. لما بيكون في علاقة عاطفية بيحاول ان هو يجعل هذه العلاقة ناجحة جدا بكل ما اوتي من قوة، هيحاول ينجح العلاقة دي، يخلق الاستقرار للمناخ العام للعلاقة، لان بالنسبة له الاستقرار من اهم الامور اللي هو بيسعى لها في حياته. وبيحاول ان هو طول الوقت ما يكونش سبب لأي أذى أو لأي حزن لشريكة حياته. رجل برج الميزان لطيف جدا في التعامل مع حبيبته، هيفضل دايما يحسسها بالأمان، بأن هو موجود، أن هو كمان بيقدس الحب. ده شيء هيخليكي في قمة السعادة، هو بيقدس الحب ومحتاج الحب، فبالتالي هيديك انت كمان حب، لأن هو منتظر منك أنك تديله الحب ده انت كمان.
كده ده كل شيء بالنسبة لتعامل امرأة برج الميزان ورجل برج الميزان مع الحب. دلوقتي هنتكلم عن تعامل برج الميزان مع العمل بالنسبة لامرأة برج الميزان. امرأة برج الميزان بتتفانى في العمل، عندها اتقان جدا في شغلها، ما بتحاولش تطلع شغل مش مظبوط او مش بالدرجة الكافية من الاتقان، مخلصة جدا للكيان اللي هي بتنتمي اليه، مخلصة جدا للشركة اللي بتشتغل فيها او المؤسسة اللي بتعمل من خلالها ايا كانت، بتستمتع بممارسة عملها. يعني كل ما يبقى شغلها دقيق اكتر، شغلها مظبوط اكتر، تبقى هي كده في قمة درجات استمتاع. بتحب جدا ان هي تطلع شغل كويس بحيث ان الكل يمدح عليه. كمان تعد من زملاء العمل اللي من اللي يعني بياخدوا ثقة كبيرة جدا من كل اللي حواليهم. هي شخص صدوق جدا، شخص يقدر يعني لو في اي تقصير منك يقدر يداري عليك. يعني هي زميلة عمل رائعة، فعلا بتستحق الثقة، وما بتستخدمش ابدا طرق غير شرعية. هي دايما ماشية في المسار القانوني، المسار المضمون، يعني لا تقبل رشاوي، لا تقبل اي مجاملات في سبيل انهاء حاجة في العمل، ما بتتخذش ابدا اي استراتيجيات غير عادلة لتحقق مثلا اطماع شخصية او ان هي تتقدم للامام. لا، هي شخصية مخلصة وشخصية يعني منتمية جدا للكيان، شخصية متقنة للعمل وبتستمتع في عملها. كمان هي بتهتم جدا بأصدقائها، بتركز على احتياجاتهم، دايما بتدور ايه اللي ناقصهم وتحاول تنفذه، تعلم كويس جدا ايه اللي بيحبوه وايه اللي مش بيحبوه، فتلاقيها دايما بتفاجئ كده اصدقائها في العمل بحاجات لطيفة، هدايا مناسبة لاهتماماتهم. لما بتخطط لشيء يتعلق بيهم فالاولوية بتكون لرأيهم هم، يعني لو هتختار هدية مش هتختار هدية على ذوقها، هتختار هدية على ذوقهم هم. دايما بتحب العدل بين الناس، دايما تحب ان هي يعني العدل المقصود بيه يعني تعامل جميع الناس بشكل متساوي، ما تحاولش تحسس حد ان انت بالنسبة لي مش مهم، لا، هتحاول تهتم بكل الناس زي بعض حتى لو هي بتحب حد اكتر من حد تاني. بتحب تكون محاطة جدا بالاصدقاء. ده بالنسبة لامرأة برج الميزان وتعاملها مع العمل ومع اصدقائها في العمل. اما بالنسبة لرجل برج الميزان والعمل، بيحتاج الى العمل في اماكن تتضمن احتكاك بانواع مختلفة من البشر، بيمل قوي من التعامل مع نوع واحد من الناس، ما بيقدرش يتعامل مع شخصية واحدة. البيئة اللي فيها اكتر من نوع من الناس بتكون بيئة مثالية جدا بالنسبة لرجل برج الميزان في شغله. هو كمان من الاشخاص اللي بيحبوا العمل ضمن فريق، ما يحبش يشتغل لوحده، يحب العمل الجماعي، عنده مهارة التأثير بشكل ايجابي على كل الناس اللي حواليه، يقدر يوصل وجهة نظره ويقدر كمان يخلي الناس تشتغل بوجهة نظره دي، يعني مش بس يوصلها لهم، لأ، ده هيقتنعوا بيها وهينفذوها. في كتير من الأحيان ممكن يكون عنده شيء من التردد، شيء من ان هو مش قادر ياخد قرار مناسب، دي اكتر حاجة تعيقه ان هو يتولى منصب القائد في العمل. لو هو قدر يتغلب على جزئية التردد اللي في شخصيته، بكده هو هيكون انتهى من كل العوائق اللي بتكون امامه في طريق القيادة. هو طموح لأقصى حدود، ولكن ان هو ياخد قرار سريع دي مش اكتر حاجة بيقدر يعملها، يعني هو ما بيقدرش يتخذ قرارات سريعة، بيبقى محتاج وقت طويل ان هو يتخذ القرار المناسب لأي شيء مقدم عليه. بكده احنا نكون اتكلمنا بشيء من التفصيل عن كل حاجة تخص رجل برج الميزان وامرأة برج الميزان في مجال الحب، ورجل برج الميزان وامرأة برج الميزان في مجال العمل. مستنية اعرف ارائكم في التعليقات، وعايزة اعرف ايه من اللي احنا قلناه ده فعلا ينطبق معاكم وايه ما انطبقش معاكم. طبيعي هنلاقي اختلافات لان في فروق كتير ما بين الاشخاص من برج واحد، بتتحكم فيها عوامل
عوامل كتير. ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وكمان تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا له لايك وشير، وانا بشكركم جدا جدا على المتابعة. مع السلامة.